أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم رح نعطيكم الدرس الثالث لتعليم السياقة للمبتدئين. اللي ما شاف الدرس الأول والثاني خلي يشوفهم ويرجع يشوف هذا الدرس. كما وعدناكم رح نعطيكم 40 درس لتعليم السياقة من الصفر للأخير. فدرسنا اليوم هو شو هي الخطوات الأولى قبل تحريك السيارة، وطريقة جدا سهلة. أول شيء قبل لا تحرك السيارة اضغط البريك والكلتش، يعني الفرام والدبرياج، هاي أول خطوة. السبب إذا شغلت السيارة والجير كان مركب على الأول بالغلط مثلا، فسيارتك حتطفر لي قدام، فبهالطريقة أمنت على نفسك الدبرياج والفرام يخلي السيارة واقفة بمكانها. أكثر السيارات الحديثة ما تقدر تشغل السيارة إذا ما دعست الدبرياج أو الكلتش، فهنا الكلتش والبريك دعسنا. بعدين نشغل السيارة. من ما تشتغل السيارة شو هي الخطوات اللي بعدها؟ هل هو ننزل فرام الايد او الهاند بريك او نركب الغيار الاول؟ فالطريقة دائما الافضل هي تركب الغيار الاول قبل لا تنزل الهاند بريك. السبب اذا فلتت رجلك من الدبرياج او ما كنت مركب دبرياج، فبهالطريقة ممكن تطفر سيارتك. بس حاليا مركبين الهاند بريك او فرام الايد هو اخر شيء النزلة أو نطفيه قبل لا تحرك السيارة. فمعناها راح أعيدها من جديد. قبل لا تحرك السيارة الدبرياج والفرام، بعدين تشغل المحرك، وإذا كان الضوء أو الجو سيء أو كانت ظلام فتشغل الأضوية. الأضوية تكون هنا حسب سيارتك وين موجودة بالضبط. شغل الأضوية، بعدين تركب الغيار، وبعدين تنزل الهاند بريك، وبهالطريقة تقدر تحرك سيارتك. وإذا كانت سيارة أوتوماتيك، أول شيء البريك، بعدين تشغل السيارة، تشغل الأضوية، وتركب حرف الدي وهو درايف، بعدين تنزل الهاند بريك. فهاي طريقة لتحريك الخطوات الأولى لتحريك السيارة. التصرف واستخدام الديركشون أو الاستيرن راح ينزل فيديو آخر. شكرا لكم ونشوفكم بالفيديوهات القادمة. عدنان الطاهر.